قصة الاختراع. إيش هو الاختراع؟ يلا نتعلم في هذا الفيديو. في يوم صافي وجميل، كانت البنت تطالع في أبوها. البنت تطالع في أبوها وتسأل نفسها إيش قاعد يسوي؟ إيش تسوي؟ أنا قاعد أخترع قبعة طايرة. ليه؟ لأني أبغى أسافر حول العالم. هذا هو حوض صغير، هذه هي نبتة صغيرة، البسة، شنطة، وكورة صغيرة. الأب انتهى من صناعة القبعة. الأب طار مرة بعيد خارج المدينة. الأب طار بعيد. البنت تودع أبوها. مع السلامة، مع السلامة. البنت تودع أبوها. لكن بعد فترة قصيرة بدأت تحس بالطفش. البنت بدأت تحس بالطفش. هنا عندنا أعشاب، عشبة، عشبة، أعشاب، هذه هي أحجار، وهذا هو الحلزون. هذا هو الحلزون. البنت تشوت الحجر. أها، البنت جتها فكرة رهيبة. البنت عندها فكرة مرة رهيبة. البنت بدت تخترع. هنا البنت بدت تخترع جزمة. إيش بتسوي في الجزمة؟ البنت اخترعت جزمة تنط، وبدأت تنط. البنت بدت تنط فوق وتحت. البنت تنط فوق وتحت، ونطت برا المدينة وبرا الكرة الأرضية. البنت نطت مرة بعيد. هذه هي الكرة الأرضية، وهذه هي النجوم. نجوم. البنت بدت تحس بالوحدة. البنت غمضت عينها وبدت تحس بالوحدة. لكن أبوها، الأب، أبوها شافها وحضنها. أبوها حضنها. البنت مرة مبسوطة. الأب يسأل إيش هذا؟ إيش هذا؟ أها، البنت والأب والبسة لابسين جزمة تنط. هذه الجزمة تنط. هنا عندنا مخلوق فضائي. هذا هو المخلوق الفضائي. نجوم، كواكب، هذا هو الكوكب، كوكب، كوكب. وهذه كانت نهاية هذه القصة. شكرا على المشاهدة. مع السلامة.